المرابع والديار، ما نسينا الحب لو حنا بعيد. شكل ابو زايد تاخر، الظاهر خاف من التحدي المره الماضيه، لكن شكلي انا راح اجهز سيكلي وانطلق. سخنت خلاص، نطلع فوق نشوف المسار، ما في وقت ننتظر ابو زايد لين ان شاء الله. بسم الله. الأماكن اللي فيها يعني فرص السقوط واردة في الداون هيل ولا في الاندورو الجامب، تحتاج حاجة مثل كذا، عبارة عن واقي للأرجل أو لين مفاصل اليد كسيفتي أو كأمان لك. راح نوريكم شلون لبس هذه الشغلات. لبسها بيكون بالطريقة مكتوب لك لفت أو رايت. سهلة، ما تحتاج تفسخ أو تلبس على طول. بهالطريقة نوع البنطلون او نوع الشورت حق النزول من المرتفعات او الدراجات الجبليه يكون مثل الخشخاش، يعني لو صار سقطه احتكاك مع شيء شجره صخره ما راح ممكن يسوي لك حروق ولا جروح اذا حاشك شيء. هذه نفس الطريقه لفت بس بهالطريقه. طبعا مو شرط انت هاي تلبسها طول الوقت، هاي تلبسها بس في الوقت اللي انت راح يكون عندك نزول او تحس ان المكان صعب عليك او متردد تلبس هاي الامور، لكن الوضع الطبيعي ما تلبسها، ممكن تضايقك يعني اذا كانت فترتها طويلة. خيار البراند وسماكة أغراضك هذه ضرورية. كذا الوضع تمام، تصور جاهز، شيك عليها. لا تخلي أي شيء مبطل، خل شيء كل شيء سكر عندك على اساس لا تضايق. في بعض الاماكن ممكن تضايق، تنزل نزول ميلان ممكن تعلق هنا، تعلق عندك بالكرسي، فتكون تبتنها بطريقة صحيحة على جسمك. بسم الله.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج التحدي. حلقتنا الماضية انتهت في واديشي، وعبد الله قال لي الحلقة القادمة راح تكون إن شاء الله تحدي خطير وقوي جدا عند برج الرابي. قلت له حيد برج الرابي موقع أثري، قال لا في تحدي جبلي قوي هناك، جهز لي سيكلة وهو ينتظرني الآن فوق، تواصل معه. وعبد الله وين موجود أنت؟ أنا موجود عند سيارتك، الدراجة جاهزة. أنا سبقتك يا أبو زايد، أنا فوق بتشوفني عند المسار الجبلي حق دراجات. مسار جبلي دراجات، أنا حيد مسار جبلي هني حق الهايكينج. متى صار دراجات؟ يسار الهايكينج، اليمين خلنا حق الدراجات بعد إذنك. يعني أنت اخترعت مسار، ها كيفك؟ خفيف خفيف. يلا جاينك جاينك بعدين. عبد الله يا رجال يا رجال، ورطنا وين دخلتنا انت في الاماكن؟ اقول لك هذا مسار جبلي مو مسار هايكين. وعبد الله تسمعني؟ عبد الله تسمعني من ابو زايد؟ عبد الله تسمعني؟ ايوه ايوه ابو زايد اسمع. يا رجال وين دخلتنا انت؟ انا هذه مره على المدخل على الباب كان اطيح. تعال تعال قدام، الامور طيبه في مسار صدقني. اقول لك انا بدخل السيكل مشي. السلام عليكم ابو عبد الله. يا اهلا وسهلا. حلقتنا. شو الوضع عندك؟ هذا وانا اسحب السيكل كيف اذا بدخل في هالتحدي؟ هو كذا يا تطلع ابهيل سواقه، هذا بالنسبه لك متعب لان خلاص النصح راح يروح وما تقدر تنزل بعدين داون هيل. يعني مبدئيا انا بطلع امشي السيكل. مشي الافضل. اوكي، مثل اللي سويناه في وادي جي. بالضبط. عقب بعدين خلاص نزول انطلاق. يا سلام. متاكد؟ تقييمك في كم دقيقه تاخذ؟ انا جربته اخذ دقيقه و45. هذه كم متر؟ هو كيلو وشوي. الحلقة الماضية بعد تجربة الدراجات الجبلية صراحة أنا فكرت أني ما أدخل بهذا التحدي مرة ثانية. بس عقب يوم قلت لي في الرابي قلت كيف؟ شجاب. إيه أنا المسؤول عن هذا المسار وأعرف أنه هو مسار هايكينج. كيف بنسوي فيه دراجات جبلية؟ فحاشني الفضول. قلت لازم أيوه أشوف الفضاء. هو المسار اللي خليتوه حق الطوارئ على اليمين. إيه. إحنا استخدمناه كمسار. يا سلام. هذا مسار مو بحق الطواري بس، عيل بيصير حق دراجات جبلية لها. ممتاز. بيصير حق الخيل الجبلي. بندعي لك. يا سلام عليك، جهز نفسك وجهز ربعك. يس جاهزين. شوف هذه اللوحة، هذه اللوحة طال عمرك تدل على أن هذا المسار جبلي. يا أبو عبد الله هذه اللوحة الآن بنضيف لها لوحة جديدة اللي هي علامة الدراجات. لوحتين، لوحة هنا ولوحة فوق. دل على المسار، لما راح تطلع سيدة ما راح تطلع يسار. يعني نخلي هذا المسار الأولي هو نفس المسار اللي هو الهايكينج، وهناك انطلق الدراجات الجبلية. زين نتوكل على الله؟ طبعا لا، نبغى نتكلم شوي. طبعا الحين أنت ما راح تدخل التحدي هذا. بشكل قوي. تعرف المسار هذا يحتاج أول شيء واقي حق اليد، حق الرجل، أنا طحت يا راشد. تعورت أنت. سلامات سلامات. فلازم تقاسم هلمت عندك تمام؟ قفازات عندك؟ لا. تحتاج قفازات، تحتاج عين الخليل اليوم حق التدريب؟ ايوه. وشلون تسوي الكنترول؟ اي في النزول؟ المرة الجاية ان شاء الله. اعتقد المسار فيه مستويات ونقدر ان شاء الله نجرب مستوى خفيف اليوم، وان شاء الله ننطلق عقب مستويات اكبر. انا اليوم لازم اجرب كم تايمي في المسار. عين خلاص انت انطلق وانا ان شاء الله بكون في انتظارك. ها نتوكل على الله. شوف زايد الصخور اللي تشوفها في المسار هاي راح تعمل عائق حقك في النزول. ها ايوه الافضل انها تطلعها من المسار. هاي تطيح عشوائي يعني، بتحاول تطلعها من المسار.
شنو هالرياضه اللي بنسويها الان ابو عبد الله؟ هذه اسمها داون هيل. داون هيل. ايوه. هذا كانك رايح لجهنم يعني. لا معروفه النزول من المرتفعات. رياضه جدا ممتعه. تعتمد على شو هاي الرياضه؟ التكنيك وتحكم بس. يعني سيطره، ما تبغي جهد عالي، جهدك وانت طالع. طيب. اما في النزول بس تحتاج سيطره تحكم. طريقه استخدام الفرامل. طبعا الخلفي تخليه اكثر من الامامي، الامامي بس مساله توازن. على اساس لا يصير انحراف في الويل الخلفي. كيف نتعامل مع هالحفر اللي موجوده في المسار؟ تتعرف المسارات الجبليه دائما الامطار والسيول تمر عليها فتغير بالضبط. شوي منها تحاول انك تتجاوزها. انتبه تخلي الويل خاصه الامامي ينزل في الحفره. ايوه على طول راح يعمل لك انحراف تنقلب. هاي السياكل من اي معدن تعتبر؟ الومنيوم او كربون. شو الاخف فيها؟ الكربون طبعا. اسعارها غاليه طبعا. اكيد. يعني تصل لكم 20 25 40 ألف. ايوه. يوه. ليش الحين قاعد نسحب الدراجات تحب يا ابو عبد الله؟ اللعبه اسمها داون هيل، فانت راح تنزل النزول. فطبيعي راح تطلع مرتفع عالي او حاد. فاذا عندك طاقه او جهد او تركيز خلى للنزول افضل. ايوه. في نوع من الدراجات سمعت عنه يسمونها الدراجات الالكترونيه او الاي بايك. سامع فيها. هذه ممكن تفيدك في الطلوع؟ تفيدك جدا، لكن ما راح تعطيك يعني لياقه يعني عاليه. تظل انت في الاخير تستخدم طاقتك يعني. فعلا. الافضل شيء سحبها. هذه الاماكن الشقوق هذه اكثر شيء عيق الدراج في الداون هيل. اذا دخل الويل او التاير دخل في الحفره هذه لازم على طول تبعده. راح يصير انحراف. توازنك انت عندك الهندل بار او السكان، توازنك يعني يا اما بالرود يكون في ثبات اكثر، حركتك في الرود ثبات مع حركه هنا. ايوه. في الحوض. اما بالماونتن بايك ثباتك الثبات عندك في المقبض والمرونه تكون في الظهر. كيف ما فهمته؟ انا بقول لك كيف. شوف اذا تكلمنا عن الرود. الرود اللي الدراجات اللي درجات على الطريق. طريق. حركتك تكون هنا بس في الحوض، ثباتك على الهندل بار. اذا بغيت تلف لفك مع الفريم بهالطريقه. بالنسبه للرود. هذا بالنسبه للرود. هذا ثبات تحكم. في الماوتن الثبات يكون في الرجل على دواسات خاصه، الجوت اللي خاص حق في مسامير اللي خاص حق الماوتن. لفك بهالطريقه. السيطره والكنترول يكون على الرجل والظهر. ظهر ايضا تستخدم ظهرك؟ ايوه، لانك انت ما راح تمشي في طريق مستوي، راح تكون في انحرافات، راح يكون في زقزاق، راح يكون في نزول، راح يكون في طلوع. ايوه، الظهر هو اللي يصنع توازن. نعم. عندك وتحكم. ها هذا الفرق. احنا نضرب هذه بهذه الرود على اساس توضح المعلومه يعني للشخص اللي ما عرف هذه الرياضه. وضحت. بسم الله كمل. اتصور هنا ابو زايد يكفي. خلاص احس دخلنا بمرحله صعبه. وانا وايد تعب صراحه. حتى سحب السيكل ترى شيء مش متعب يعني. انا الحين متردد ترى وياك، لازم يكون عندك كنترول في النزول. والله انا يعني بعد ما بشوفك بتخذ قرار. لا تشوفني انا بمشي بسرعه. ابيك تمشي على وضعك. هذا يعتبر وضع متوسط لهالنقطه؟ شوف
النزلة هاي النزلة الثانية تعتبر خطيرة. لا لا تدخلني في الخطير، لا تورطني يا ريال، روحي يا تعبان. يلا ابو عبد الله خلينا نحاول نرجع. يا ريال انا جاي بسوي شيء وعقب شيء وعقب شيء، سالفه طويله. لا لا في تكنيك حق الدراجة. كيف الطريقه؟ عيدها لي. بهذه الطريقه تحملها كذا. اشوف مسكت بريكات. لازم تضغط بريك. ايوه لحظه خلني اشوفها. اسهل صح؟ شي قلت لي؟ ايوه امسك بريكات عقب. يا سلام يا سلام. وانا طالع ويا ابو عبد الله قاعد يوصف لي المخاطر اللي موجود في هذا الروت او في هذا المسار اللي بنمشي فيه، اقول في نفسي معقوله يعني كل هالمخاطر موجوده فيه والتحديات وعقب بنزل منه؟ ما يصير. هذا المسار يعتبر صعب بالنسبه للناس العاديين، اما بالنسبه للناس المحترفين بالعكس، يعني في نوع من الاثاره والتحدي يعني. طبعا شوف ابو زايد البريكات حاسب عليها، زودت على الامامي بتجي على وجهك، تنزل السيت افضل لك يكون. كيف انزله؟ انا عندي السيت اوتوماتيك. اشوف كذا وضعه تمام، خليه عدل لك بس. انا عندي الكرسي شوف اوتوماتيك. كيف؟ وش تسوي له؟ تضغط هنا. شوف التكنيك. ليش هذا؟ شو سببه؟ لان هذا مخصص حق الداون هيل والاندورا. ايوه مسار جميل. راح نعمل تأس الحين قدام. يلا خليك جاهز انت، حاسب على بريك. ها انا بكون وراك شوي. لا تسرع. بكون وراك شوي. أيوة. شوي. يلا بسم الله انا جاهز. قل بسم الله توكلنا على الله. نحتاج الحين احضر شوي اني ارفع. شفت ابو عبد الله اول ما انطلق في ثواني بس كذا غمضت عيني شفت، فقلت معقول انا بكمل وياه؟ ترددت يعني حقيقه، غيرت الفكر اللي بخاطري كله غيرته. من اخطر الامور اللي يواجهها لاعب الاندورو ولا الداون هيل هو خروجه على المسار. خروجه على المسار يعني خلاص انت راح تنزل في كاتش، فطبيعي تتعور وتتكسر وكذا، لكن الحمد لله يعني في سيطرة يعني على الموضوع هذا. ابو عبد الله لما انطلق ما كنت خايف عليه، اعرف انه يعني بطل في هذه الرياضة، لكن عن نفسي انا تعتبر تجربة يمكن ثانية لي. شفت انه في بعض المنحنيات يعني بغى يطلع، قلت خلاص الحين بيطيح، خصوصا انه كان قايل لي انه طايح قبل شوي، فانا قلت لا ريال عيل بيب العيد. اول شيء انت جالس تلعب على منطقه طبيعيه، ف يعني ما في شيء مدروس فيها بالنسبه للنزول والشغلات هذه. اللي حصل معي تعثرت في حصى اللي سويت انحراف وسقطت، هاي السقطه تعتبر يعني بسيطه بالنسبه للاعبين الدراجات الجبلية. الله قطعنا يا ريال. شفت ترى على فكره بدون ما احس كذي ريلي ضربت في حصى ما ادري كيف شرختها يا ريال. ولا حسيت فيها صح؟ ما حسيت الحين، بس لما كذي قعدت شوي حسيت بألم ولا اشوف في جرح. انا نفسك والله، حياه جميله. ما دام انجرحت هنا في لعبه الدراجات معناها خلاص جازت لك. والله هي جازت لي لكن خوفتني صح. يعني شوف انت يوم نزلت من هناك انا وقفت. لا والله صراحة ترددت كذي في البداية، عندي شيء يقول لي انطلق، يوم انت انطلقت شفتك كذي قدامي في ثواني شفتك وصلت آخر الدنيا، قلت لا شكله صاروخ الوضع. هو كذا هذه تحديها كم تنزل
تايم. بس انت حطيتني بمكان يعني احنا اتفقنا بالبدايه انه يكون الوضع سهل، انت حطيتني بوضع صعب خطير. والله شوف هو كمسار يعني يعتبر يعني الاستقطاب محترفين في الماونتن رقم واحد. يا سلام. اي والله ان شاء الله شوي شوي بنصير محترفين، بس باجي نعلن احنا عشان يجون ان شاء الله. ان شاء الله انا احتاج شوي وقت لما اخذ على وضع الدراجه، افهم شوي بعض الاشياء فيها. احس الدراجه تبغى رده فعل سريعه، صح؟ يعني لازم تكون سريع في النزول على الوراء، تغيير السرعات، تقدم جسمك لقدام، تحس يعني احيانا تخربط. هي ما بتفيدك هاي، يعني تصور تحصل لك هندوار اكبر من كذا. يعني في هذه مثلا؟ ايوه هذه 100 100. يا سلام. كم سعرها هاي تقريبا يتراوح سعرها؟ اذا مستعمل 7 8 يعني. 10. ممتاز. اشوف الوحدة، لان صراحه عندنا تحديات حلوه بتكون بالدراجات الجبليه. انت الحين رحت لمسار صعب، المره الجايه ان شاء الله نروح لمسار شوي اسهل. يعني الدراجة العادية ما راح تمشي على هذا المسار، لازم تكون يعني دراجة مخصصة أو فريم مخصص للنزول من المرتفعات. بصفتي شخص مسؤول على المسار الرابي بحاول قدر المستطاع أني الآن أهيئ يعني مسار بشكل جيد لهذه الرياضة، رياضة الدراجات الجبلية، يعني استمتعت فيها. أبو عبد الله، هذا المسار في الأصل للهايكينج، لاحظنا نحن القياسين هنا طافوا علينا عشرات يعني الناس اللي مارسوا رياضة الهايكينج، فنحن أعتقد سببنا لهم إزعاج، فأظن إنه لازم يعني نخصص يوم أو ساعة معينة أو ساعات معينة لممارسة هذه الرياضة في مسار الرابي الجبلي، مو بأي وقت. أكيد. وكذلك خطر المكان، خطر خطر جدا صراحة. لكن ممتع والله. هو ممتع، لكن يعني أنا أتكلم عن ناس تعرف هاي الرياضة يعني انتشارها مو بكبير ما بين يعني يعني الناس الطبيعيين، يعني مو بالرياضيين حتى، لكن كهايكينج تشوف ممكن كل واحد الحين تشوف رجل ذكر أنثى الكل صاعد فوق. فأنا أشوف إنه نصنع منها مثل ما تقول يعني مشروع كامل من ناحية السيفتي، شو أدواته، من ناحية أنواع الدراجات. شو رأيك نسوي بعد مغامرة ثانية أو تحدي ثاني بمكان ثاني شوي أقل حسب ما نفس الشيء بالدراجة؟ إيه، لأن نختار مكان ثاني مثلاً. حلو، ممتاز. في مكان في بالك؟ والله سويفة عندك فيها مسار جميل. يا سلام. سويفة اللي هو ليبل من فوق تقصدها؟ أيوة، تدخلها من تحت عند الشركة هنا، تطلع فوق طبعاً بيك صعود نزول صعود نزول. يا سلام. عندك حق الداون هيل طبيعي يعني ما حد لاعب فيه، اندورو طبيعي. يا سلام. في اماكن يحتاجون يحطون خشب وكذا عشان تقفز، هذا طبيعي، متر مترين. يعني في الطريقه لو صنفناها الان مسار واديشي يعتبر كروس كنتري او شيء، شو يعتبر؟ ايوه يعتبر كروس كنتري. حلو. هذا داون هيل اللي هو مسار الرابي الجبلي. اي نعم. وعندك في سويفه نقدر نسوي داون هيل واندورو. يا سلام. ان شاء الله في الحلقه الجايه بنجرب لنا مسار ثاني شوي اخف يا ابو عبد الله، وخف علي اليوم. احس انك يعني تقول لي خفيف، ولكن انا اشوف عيوني تشوف قدامي يعني. انا اثق فيك، عشان كذا قلت خلي اعطيه مره. لا خفف علي، حط الشيء الخفيف، وبعدين لازم البس اللبس الصح. يعني انا اليوم من فوق صح، احس من تحت غلط. لا لا كل شيء. هذا البنطلون مال هايكينج. انت لما قلت لي مسار رابي الجبلي انا قلت يعني بسوي هايكينج، لابس هايكينج. عقب اشوف لا. بنروح سوا ان شاء الله بنروح سوا ان شاء الله بناخذ معدات شخصيه وكذا. مشكور يا ابو عبد الله. الله يبارك فيك. عايشني اليوم تجربه جديده وخوف جديد. انت بطل. وتحدي جديد. جزاك الله خير. مشكور. اخواني المشاهدين، نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج التحدي. نتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقه، واذا حبيتوا تشاركونا مثل هذه التجربه او هذه الرياضه الجديده انكم تشاركونا عبر وسم التحدي. وفي امان الله.